ولمعرفة تفاصيل أكثر بشأن جلسة مجلس النواب اليوم ينضم إلينا مراسلنا من هناك سرمد الفاضل. مرحبا بك معنا. جلسة اليوم سرمد يشوبها نوع من الغموض من حيث تأخر الإعلان عن جدول أعمالها، أيضا هناك حديث عن التصويت لمرشحي العدل والتربية. ما هي أجواء الجلسة عندك؟ تفضل. غموض وارتباك الذي لوحظ كثيرا على جدول الأعمال أو على الجو البرلماني هنا في مجلس النواب. أتحدث عن اجتماعات تعقد خارج المجلس في دار الضيافة، اللجنة المالية مع وزراء ومسؤولين ولجان أخرى، هذا جانب، يعني هذا ربما يؤثر على النصاب. الجانب الآخر مسألة الوزيرين اللذين من المفترضين أو من المفترض أن يمران في جلسة اليوم كما قيل، لكن لم يحدث هذا الأمر، يعني وهذا كان واضحا في جدول الأعمال الذي يعني أرسلته هيئة أو أرسله مجلس النواب بشكل متأخر إلى وسائل الإعلام، أو يعني وزعه بشكل متأخر على وسائل الإعلام. لم يتضمن للموازنة وهذا متوقع جدا، ولم يتضمن الكابينة وهذا هو غير المتوقع، لأنه كان من المفترض أن يمر وزيرين على الأقل وفقا للتوافقات والتفاهمات، لكن لم يحدث الأمر. لأنه أولا فيما يتعلق بمسألة وزيرة التربية الحالية سفان الحمداني، لا يمكن أن يتم الأمر وفقا للنواب، لا يمكن أن يتم التصويت عليها، لأنه هناك أصلا وزيرة سابقة تم التصويت عليها داخل البرلمان، والآن هناك طعن على مسألة توليها للوزارة من قبل تحالف القرار، وهو الرافض لمسألة توليها الوزارة، وفي حال الانتهاء منها بإحدى الطريقتين، إما أن تقول المحكمة الاتحادية كلمتها بشأن قانونية أو عدم قانونية تولي شيماء الإحيالي المنصب، وهذا يكون قاطعاً وجازماً بالنسبة للنواب، لا يمكن الطعن فيه لأنه قرار يعني هو تمييزي بحت، هذا جانب، أو أن يقيلها مجلس النواب بشكل مباشر، ثلثي المجلس يقيل أي وزير بما فيها شيماء الإحيالي، وأن هي لم تكن تؤدي حتى الآن اليمين الدستورية. فيما يتعلق بوزارة العدل هناك اتفاق، لكن وزير واحد يعرض في جلسة، هذا ما لا يحبذه النواب، وبالتالي ارتأوا أن يكون أو أن ينتهي مجلس النواب أو المحكمة الاتحادية تنتهي من مسألة التدقيق في مسألة شيماء الحيالي، ومن ثم التوجه إما إلى إبقائها على رأس الوزارة أو من ثم أو التخلي عنها وفسح المجال لسفانة الحمداني. يقال بأنه هم هؤلاء من النافذة الإلكترونية، لكن النواب يؤكدون بأنه هو هذا غطاء في مسألة النافذة الإلكترونية، لأنه هذه يعني تتبع كان التوافقية سؤالي هو بشكل الآن عام. سرمد، يعني ما هو موقف الكتل السياسية البرلمانية يعني من مرشحي التربية والعدل، خصوصا كما قال أنه عبد المهدي قال أنه هو اختارهم عبر النافذة الإلكترونية؟ لنكن واضحين إيناس، مسألة وزارة التربية، حصة وزارة التربية هي تأتي من ضمن الوزارات التي من المفترض أن تذهب إلى المكون السني، ست وزارات بما لا يقبل الشك والنقاش هي للمكون السني، ثمان وزارات للمكون الشيعي بما فيها وزارة الداخلية الآن المتعطلة، وكذلك وزارة الدفاع أيضا من حصة المكون السني أيضا متعطلة، وزارة العدل هي من حصة ثالث الوزارات الكردية في حكومة عادل عبد المهدي. هناك اختلاف بين الحزبين الرئيسيين، لكن الآن عندما ترشح بيباني لهذا المنصب هو تم بالتوافق الكردي، كما استمعت الى نواب بانه هؤلاء هم فقط واجهه فيما يتعلق بالنافذه الالكترونيه، وهذا ليس عيبا طبعا، لانه هذه هي التوافقيه كما جاءت بوزراء اخرين تاتي بهؤلاء، وبالتالي يعني مساله النافذه الالكترونيه لا احد يعول عليها. افهم من كلامك ان هناك توافق على السيد بيباني لوزاره العدل، لكن لا يوجد توافق على مرشحه وزاره التربيه السيده سفانه؟ هو ليس توافقين، هو الموضوع توافقيا بحت، لكن في مسألة سفان الحمدانية لا يتعلق بشخصها تحديدا، إنما يتعلق بوجود وزيرة سابقة حصلت على ثقة البرلمان في مسألة توليها لوزارة معينة وهي وزارة التربية، وهذا الأمر لا يعني أنها هي شخصيا مستهدفة. أتحدث عن سفان الحمداني بقدر ما أتحدث عن وجود مقعد ربما سيشغل من قبل أو سيشغل من قبل وزيرة أو سيحجب عنها، ربما سيعطى لسفان الحمداني. الموضوع توافقي بحت، أتحدث عن حصة الوزارات، إذا قيل هناك نافذة إلكترونية فهذا ليس يعني هذا يخالف مسألة التوافقية في مسألة توزيع الوزارات على الكتل، على الأحزاب، على الجهات السياسية. تحدث عن ست وزارات هي من حصة التحالف أو من حصة المكون السني، وبالتالي وزارة التربية هي من ضمن حصة المكون السني. هسه الآن أيا كان هو من سيأخذ هذه الحصة، تحالف القرار، المشروع العربي، سنة الإصلاح، سنة البناء، هذا الأمر متروك للتوافق بينهم، لكن بالنهاية وزارة الداخلية للشيعة أيا كان شيعة الإصلاح أو البناء، وزارة الدفاع
محسومة تقريبا الوطنية، مسألة وزارة التربية محسومة للسنة، لكن يختلف فيما بين سنة البناء وسنة الإصلاح من هو صاحب الحق في هذا الموضوع، وكذلك وزارة العدل هي من حصة الأكراد، لكن الخيار مفتوح لهم فيما توافقوا بشأن مرشح مدعوم أو مستقل مدعوم من الديمقراطي أو مرشح مدعوم أو مستقل مدعوم من المرشح أو من الحزب من الاتحاد الوطني الكردستاني. بالنهاية نحن نتحدث عن وزارتين الآن هو أو هي من ضمن حصص الكتل. النافذة الإلكترونية يعني ربما موضوع مستبعد، يعني حتى النواب هنا يقولون بأنه موضوع النافذة الإلكترونية بات بحكم المستبعد، لأنه التوافقية ترسم الخطوط العريضة هنا والبيانية في مجلس النواب لأي استزار، وكذلك هي تسيطر على مشهد البرلماني هنا. طيب سرمد، وأنت يعني برأيك وأنت في الأجواء وفي قلب الحدث من مجلس النواب، برأيك هل ستكون هناك جلسة؟ هل سيكتمل النصاب؟ عن أي جلسة تحدثين؟ لكن كنت تحدثين عن الجلسة السابعة والعشرين، هناك نصاب بواقع عن جلسة اليوم. نعم هنا الآن الآن جلسة يناقش فيها مجلس النواب أو يقرأ فيها قانون الخدمة الاتحادي قراءة أولى، قانون الخدمة المدنية الاتحادي هذا قراءة أولى، وكذلك موضوع متعلق بتقرير لجنة الأقاليم والمحافظات حول مجلس محافظة بغداد واللغط الذي حصل بشأن وجود محافظين اثنين تم انتخابهم كلا على حدة، وكذلك يناقش أو ينظر في صحة عضوية بعض السادة النواب. هو جدول ركيك إلى حد كبير، لكن بالنهاية التوافقية كما قلت هي من تسيطر على مشهد إضافة أي فقرة، وكنا نتوقع يعني كان هذا الأمل كبير جدا سواء من يعني الإعلام هنا في مجلس النواب وحتى من النواب بأنه وحتى الصباح كان هناك تفاؤل كبير جدا في مسألة إدراج فقرة تتعلق بمسألة إكمال الكابينة الحكومية، وبالتالي الآن هناك نصاب ب 196 نائبا، لكن يمكن لنا القول بأنه الجلسة تقريبا أصبحت تداولية، والتداولية أقصد بها أنه دون النصاب القانوني. صحة عضوية بعض السادة النواب لا يحتاج للنصاب لأنه وليس لا قراءة ثانية ولا تصويت، وكذلك تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات هو مناقشة، وهذا أيضا لا يحتاج إلى يعني لا يحتاج إلى نصاب لأنه ليس قراءة ثانية ولا تصويت. قانون مجلس الخدمة الاتحادي ربما في طريقة للتجنين، لأن قبل قليل مجلس النواب يعني بشكل يعني أثناء الجلسة يعني سرب معلومات أو يعني ذكر في المجاميع الخاصة بإعلام مجلس النواب بأنه هو يعني الآن يناقش فقرة تتعلق بمجلس محافظة بغداد، وهذه الفقرة هي الثالثة على جدول الأعمال، تحدث عن صحة عضوية السادة النواب والنائبات أو يعني النواب بشكل عام، هي الفقرة الأولى قفزها، وبالتالي قفز أيضا على قانون مجلس الخدمة الاتحادي لم يقرأه حتى هذه اللحظة، فقط الآن يناقش موضوع يتعلق بمجلس محافظة بغداد. مراسلنا سرمد الفاضل من مجلس النواب، شكرا لانضمامك معنا.